نوعت تصاميمه عروض وأزياء صيف 2021، والذي تزامن مع انطلاق عجلة الإنتاج والعمل تباعا لحملة الدكتور بشار الأسد الأمل بالعمل، عبر عرض أكثر من 45 نوعا من الفساتين تتحدث عن إنتاج محلي يصدر للدول العربية. طبعا استمرارية حملة لشعار السيد الرئيس الأمل بالعمل. العمل طبعا سيكون على أرض الواقع، هو إرادة وتصميم على تدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التصنيع المحلي وعرض هذه المنتجات. نحن عم نترجم شعار حملة السيد الرئيس بشار الأسد الأمل بالعمل، وردنا مبارك لسيادة الرئيس بمباشرة العمل الفعلي على أرض الواقع مباشر، يعني ونورجي العالم أنه نحن صناعيين حلم اشتغلنا بالأزمة وقبل الأزمة، ومنتجنا عم ينافس المنتجات الأوروبية بالكامل. ويهدف العرض لإظهار مدى القوة الإنتاجية المتواجدة على الرغم من الصعوبات والضغوطات التي تمارس بحق أبناء سوريا من حصار اقتصادي، إضافة لتكريس فن عرض الأزياء. بالأكيد اليوم كتير فعالية مميزة، عم نشوف قديش جودة المنتج السوري قديش عم يترك أثر وبصمة كتير قوية، خاصة بهالظروف الصعبة اللي عم تشهدها مدينة حلب بشكل خاص وسوريا بشكل عام. فمتمنى كل التوفيق، ما نحن كنا عاصمة الاقتصاد بسوريا وإن شاء الله رح نبقى. أثبتنا نحن يعني كصناعيين أنه القطعة السورية لازال إلى وجود بأسعار منافسة وجودة كويسة، فهي دائما كانت على طريق الحرير، ولذلك الصناعيين والتجاريين في مدينة حلب في مرحلة النصر ما بعد الاستحقاق الرئاسي صار وقت تنفيذ الأمل بالعمل، فبلشنا عمل بهذا العرض الفني، خلينا نقول حتى نورجي الوطن العربي وأنحاء العالم شو هي حلب وكيف هدير الآلات رجع يشتغل من جديد. نحن إيد بإيد كلياتنا لنبني هالوطن. وتبقى محافظة حلب سباقة لعرض المنتج الوطني بالأسواق وبأسعار منافسة. وليد هنايا، الإخبارية السورية، حلب.